سيدي انت تعلمين ان بسببين، اولا الضعف في النظام السوري حيث يسمح بشار الاسد لايران تعمل ما تشاء داخل سوريا، والثاني هو الحرب بين روسيا واوكرانيا واخلاء مواقع ايرانيه مواقع روسيه واجلاء العديد من الخبراء الروسيين الذين تموضعوا في موقع او في معسكر حميمي. هذه الامور اصبحت وجعلت لايران ان تعمل كما تشاء في الاراضي السوريه. وهي من حين الى اخر تنقل اسلحه مطوره عبر المطارات إذا كان في حلب أو في دمشق لمنظمة حزب الله. وكما تعلمين أن منظمة حزب الله في الآونة الأخيرة تتحرش أكثر فأكثر بإسرائيل، وعلى سبيل المثال إقامة خيمات في الجانب الإسرائيلي، وهذا الأمر يؤدي إلى تصعيد في بين إسرائيل ومنظمة حزب الله. وربما عندما تقوم إسرائيل بإزالة المخيمات لمنظمة حزب الله، هذا الأمر يؤدي إلى تراشق بعض التراشق بين إسرائيل ومنظمة حزب الله. واحد لا يعلم ما إلى أين هذا التراشق يؤدي. ولذلك الخطة الإسرائيلية هي أنها لها خطوط حمراء، كل ما تتوفر معلومات استخباراتية بأن إيران تقوم بنقل أسلحة مطورة من إيران عبر دمشق أو عبر حلب إلى منظمة حزب الله، تقوم إسرائيل باستهداف. وكما علمت قبل قليل أن صحيح أن رغم الشكوك التي كانت في الساعات الأخيرة من أن استهداف حسن سوهاني في هذه الاستهدافات، أنا سمعت قبل قليل أن هناك صحة لهذه الأخبار، وحسن سوهاني كان خبير لتطوير مسيرات، وكما تعلمين أن أحد الأذرع لإيران في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة هي الطائرات المسيرة، كما تقوم إيران بتزويد روسيا بهذه الطائرات. تريد منظمة حزب إيران بواسطة حزب الله تطوير قواعد لطائرات مسيرة داخل سوريا، وكما هو المعلوم داخل أيضا في لبنان. ولذلك كل ما تتوفر معلومات استخباراتية تقوم إسرائيل باستهداف هذه المواقع. وكما علمنا أن الاستهدافات التي كانت هذه الليلة كانت لمستودعات تعود إلى الميليشيات الإيرانية وأيضا لمنظمة حزب الله. وكما قلت أن لإسرائيل هناك خطوط حمراء بهذا الموضوع. نعم سيد إيلي، بالنسبة لأنه الجيش الإسرائيلي هو قال أنه الطائرات الإسرائيلية استهدفت بطارية الدفاع الجوي التابع لقوات الحكومة التي أطلق منها صاروخ مضاد للطائرات، يعني هل هذا هو رد على من جانب إسرائيل، هو رد على هذا حيال هذا الصاروخ، أو ما هي الرسائل التي تريد إسرائيل إيصالها؟ أولا هذه ليست أول مرة التي تقوم إسرائيل باستهداف البطاريات التي تطلق الصواريخ ضد الطائرات الإسرائيلية، ورأينا في الماضي أن سلاح الجو وباعتراف إسرائيل بأنها قامت باستهداف هذه البطاريات. هذه البطارية التي أطلق منها أولا هذا الصاروخ من طراز S-5، وبعض الشظايا سقطت في مدينة راحت البدوية. السؤال الذي اليوم إسرائيل تحقق أو جيش الدفاع يحققه، لماذا لم يتم استعراض أو اعتراض هذا الصاروخ داخل الأجواء السورية؟ بعد أن اخترق الأجواء الإسرائيلية كانت هناك ترددات في جيش الدفاع، هل يترتب إسقاط هذا الصاروخ
بواسطة صاروخ مضاد للصواريخ، وكانت هناك مخاوف من أن هذا الصاروخ والصاروخ الذي يحترق الصاروخ السوري يقع على أماكن مأهولة، ولذلك امتنعت إسرائيل. ولكن أعتقد أن هذا الحادث هو في تحت قيد الدراسة، وإذا يكون في المستقبل رد سوري. نحن سمعنا العديد من التصريحات من قبل بشار الأسد الذي قال أنه لم يقف مكتوفة الأيدي تجاه الغارات الإسرائيلية، وربما هذا كان رد سوري. لا أعتقد أنه هذا كان صاروخ الذي أخطأ الأهداف أو أخطأ الطائرات، ولكن إسرائيل تعلم كيف تتعامل مع كل اعتداء يطلق من قبل الأراضي أو من داخل الأراضي السورية، إذا كان من جانب الميليشيات الإيرانية أو بشكل خاص من قبل إيران بشكل مباشر أو منظمة حزب الله. ولذلك كما قلت هناك توتر في الأيام الأخيرة بين إسرائيل ومنظمة حزب الله. لنرى عندما تقوم إسرائيل بإزالة المخيمات التي قامتها منظمة حزب الله كيف هذا الأمر يؤثر على الهدوء في المنطقة، وهل هذه العملية أو إزالة المخيمات من حزب الله سيؤدي إلى تصعيد الأوضاع الأمنية في المنطقة؟ نعم سيد إيلي، وفقا لتحليلاتك السياسية، هل من الممكن أن يكون هناك ردة فعل من جانب حكومة دمشق في المستقبل حيال الغارات الإسرائيلية؟ أي رد الذي يكون من قبل بشار الأسد عبر أو اعتراء أو إطلاق صواريخ، واعتدنا صواريخ باتجاه الطائرات أو ربما إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، سيكون له رد حاسم على المستودعات ومعسكرات وبطاريات سورية. لأن الجيش السوري إذا تعامل أو تعاون مع إيران ومنظمة حزب الله، الجيش السوري هو الذي سيتكبد الخسائر الكبيرة إلى جانب الخسائر التي تتكبدها الميليشيات الإيرانية، وربما أيضا القوات الإيرانية التي تعمل بالتعاون مع الجيش السوري ومنظمة حزب الله. ولذلك أنا أقول على بشار الأسد أن يكون حذر بهذه النوايا. إذا قام مرة أخرى بإطلاق صاروخ باتجاه المدن الإسرائيلية، الرد الإسرائيلي سيكون أعنف مما رأيناه هذه الليلة. سيد إيلي، بالنسبة يعني بناء على المعطيات الحالية، هل من توجهات سياسية لإسرائيل في سوريا؟ أنا قلت أن كان هناك في الماضي عندما كانت الثورة داخل سوريا كان بالإمكان أن إسرائيل تتدخل في الشؤون السورية وتؤدي إلى إسقاط بشار الأسد، ولكن إسرائيل لم تقم بذلك لأنها لا تريد التدخل في الشؤون الداخلية السورية. ولكن إذا بشار الأسد رضخ لمطالب الزعامة الإيرانية وأعطى كامل الحرية لإيران ولحزب الله أن يتعاملوا أو يتصرفوا بسوريا كما يشاءوا، كأن الأرض السورية هي أرض إيرانية وأرض حزب الله، إسرائيل سترد على الأهداف السورية ولا يهم إذا كانت أهداف سورية أو أهداف إيرانية أو أهداف حزب الله أو أهداف الميليشيات الإيرانية. لها لإسرائيل هناك المعلومات الاستخباراتية الدقيقة على ما يدور في سوريا، في حمص، في حلب، وإسرائيل تعرف كيف تتعامل مع كل ما يقوم به على سبيل المثال بشار الأسد وتعامله ومشاركته مع إيران وحزب الله. المحلل السياسي سيد إيلي نيسان، كنت معي من القدس، أشكرك جزيل الشكر.